في الحقيقة شجرة النبوة لها جذورها ولها أغصانها ولها ثمارها. زينب ثمرة فاطمة وثمرة الإمام علي، ولم يكن تسميتها بهذا الاسم اعتباطا حينما سماها الإمام علي زينب. زينب خلاصة زينة الأب، ما شاء الله. وأنا أعتقد أن زينب لم تكن زينة لأبيها فقط، إنما كانت زينة لجميع الأنبياء والأولياء. زينب في الحقيقة أفرغت عن لسان أبيها كما قال العدو عنها في ذلك في الكوفة، كأنها تفرغ عن لسان أبيها علي. ونحن نعرف أن الإمام علي رب البلاغة، الإمام علي رب الفصاحة. زينب نطقت وكأن عليا ينطق عن لسانها. زينب هي الثمرة، يعني في التطابق ما بين زينب وفاطمة نجد كأنهما روح واحدة في جسمين أنثويين، بل كأن زينب وعلي سلام الله عليه وأباها علي روح واحدة في قالب رجل وامرأة.